جاهزة بقى للمدارس يا ماما والصحيان بدري؟ اه بقى، وذاكري يا واد واحفظي يا بنت، وازاي هيشتغل والشبشب هيطير. انا باجي ازوب وصفة قمر وتحفة وشيك، فعلا هتعجبكم جدا، شفتها من على النت. يا رب انترنت محدود في مصر بقى يا ماما. انا بقى جبت نص كيلو من الصدور السليمه، شطفته وسبته يتصفى تمام، ونشفته كويس من اي ميه، وبعد كده قطعته مكعبات صغيره وضربته في الكبه ضرب ناعم لحد ما يبقى الانسجه متفتحه كده قدامي ويكون ناعم خالص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده بقى هنزل عليه باتنين مرق الدجاج، وهحط عليهم بقى نص كوبايه من الزيت، وهنزل عليهم كمان اتنين بيضه. انا بس عايز اعرف حاجه، ايه علاقه البيت على الفراخ بالمدارس؟ كملي كملي يا ماما، كده كده هنبيع الراوتر. كمان جبنا نص كيلو. شوف هتنبهر في الاخر. بعد ما نزلت بقى بالبيض، نزلت بخمس قطع من الجبنه النستو، وبعد كده حطيت ملح بسيط ونص معلقه من الفلفل ونص معلقه من البابريكا، وحطيت كمان معلقه صغيره من البيكنج باودر مهمه جدا، ومعلقه صغيره من التوم باودر والبصل باودر، وضفت كمان فصين من الثوم المفروم. الاضافه دي من عندي انا، انا ما شفتهاش في الوصفه، هي دي حقيقه الحاجه الوحيده اللي انا زودتها. وضفت كمان 3 معالق كبار من الدقيق. ماما انت هتقلفي ولا ايه؟ لا دي حته تاتش سريع كده. هضرب بقى الكلام ده كله في الكبه لحد ما تتفرم معايا تماما، بس بفتح عليها الاول كده واديها تقليبه عشان اتاكد ان من فوق ومن تحت المكونات كلها اختلطت كويس. وادي بقى شكلها بعد ما خلطتها كويس ببعض. بصوا بتبقى عامله زي العجينه كده، شبه يعني ناعمه خالص زي ما انتم شايفين كده. بجيب بقى اي ستريتش وافرده كده علشان انزل بالخليط دوت، هعمله كده على شكل رول. الاحسن بقى من الحركه اللي انا بعملها دي علبه السمنه، لو عندي علبه سمنه اللي هي وزن كيلو الصفيح دي، بيكون مثلا مكانها سمنه ما بغسلهاش ولا حاجه، بنزل بالخليط ده مباشره على علبه السمنه وبخبطها كده خبطتين زي علبه زي قالب الكيك بالظبط، اطلع منها اي هواء، وببتدي بقى اكمل تسويه بنفس الطريقه اللي انا هعمل بيها دلوقتي. لكن انا ما كانش عندي، فلفيته كده في الورق الاسترتش زي ما انتم شايفين، بحاول اخبط كده واطلع اي هواء من جوه علشان ما يعمليش فقاقيع هواء من النص، يعني قدر الامكان. طبعا احنا ما عندناش في البيت مكبس زي الشركات، لكن احنا هنطلع اقرب شكل للشكل اللي هو بتاع اللانشون العادي. تمام، بلف طبعا في ورقه تانية ستريتش، لازم اقفله تماما علشان ما يوصلوش اي ميه من جوه، بقفله كده زي البونبونيه من جوه من ناحيتين عفوا. وادي مره اخيره عشان نضمن الميه ما تدخلش، بقفل هنا بقى تماما زي البونبونيه، وربطه يمين وربطه شمال للمره التانية، يعني قفلته بثلاث ورقات ستريتش. عملت بقيه الكميه بنفس الطريقه كده زي ما انتم شايفين، وبرده هقفل من الناحيتين. بعد كده بقى بجيب ورق فويل وبلف بقى الكويس بتاعت اللانشون دي، بقطع ورق الفويل كده بالشكل الفظيع المنتظم ده. جدع يا ماما فعلا منتظم. قفلت عليه بقى بورقتين فويل جوه بعض زي ما احنا شايفين كده، برضو من اليمين ومن الشمال. وبعد كده بكون مجهزه ميه بقى على النار، اول ما بتغلي الميه معايا بنزل باللفتين اللي انا عملتهم دول. تمام، وبغطي وبسيبهم على نار عاليه جدا لمده 5 دقائق. بعد 5 دقائق بهدي بقى النار تماما وبسيبه لمده نص ساعه. بعد اول ربع ساعه بقلبه كده على الناحيه الثانيه، وبسيبه الربع ساعه الثانيه على الناحيه الثانيه. يعني هو مده التسويه كلها 35 دقيقه، نص ساعه على نار هاديه، اول 5 دقائق اللي بتبقى النار عاليه. بعد كده بقى بشيله كده من الميه دي وبخرجه كده، سيبه بس يهدى من السخونيه، وببتدي بقى افتح الكلام ده كله. علشان كده بقول لكم ان حركه علبه السمنه اسهل كتير بقى من كل ده، بمجرد ما اسيبها تهدى شويه واقلبها هيطلع معايا اللانشون من علبه السمنه. بس علشان ما فيش، احنا اتصرفنا زي ما انتم شايفين كده، هفتح بقى الكلام ده كله مع بعضه كده، وابتدي بقى انشف اي سوائل كده او اي حاجه من اللانشون دون باي مناديل مطبخ كده بالشكل ده. بعد كده اسيبه بقى يهدى شويه كده من السخونيه عشان هو لسه دافي، وابتدي بقى اقطعه كده زي شرايح سميكه. ريحته حلوه جدا جدا جدا، اول مره اجرب وصفه اللانشون بالطريقه دي. فعلا طريقتها بسيطه جدا وعجبتني، ومقاديرها كمان حلوه، بس المره الجايه انا مش هضيف نص كوبايه زيت، يعني كفايه قوي ربع، انا حسيت ان نص كوبايه كتير. بعد كده بقى بجيب الفينو بقى ورست بقى لانشون بقى والخيار وطماطم، وفي خس احط، ادي ساندوتش اهو يتحط في اللانش بوكس. تمام التمام، تقدروا بقى تحتفظوا بالشرايح بتاعت اللانشون دي في علبه محكمه في الفريزر، وتطلعوا منها على قد الاستخدام. طبعا الناس اللي هتقول لي ان هي كده الوصفه مش موفره واحنا كده عملنا ايه، ما نشتري من بره جاهز، طبعا كل بيت وليه ظروفه، وبراحتكم خالص. اللي عاوز يعمله في البيت بالطريقه دي يعمله، واللي عاوز يعمله باللي هو بدون من غير لحمه او فراخ برده الطريقه نزلت على الصفحه. يعني يا جماعه دي صفحه عامه لازم يكون فيها جميع الانواع والاصناف والاذواق، فمحدش يزعل مني. نزعل منك ليه بس؟ ده البيت على الفراخ طلع عظمه. يعني عجبك قوي؟ تسلم ايدي. شفت بقى.
وطبعا بشكركم جدا جدا على المشاهده، واتمنى من كل قلبي ان الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، ويا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات من اي بلد بتشوفوا الفيديو، وما تنسوش بقى تعملوا لايك وفولو البيج بتاعتنا على الفيسبوك، ولايك وسبسكرايب للقناه على اليوتيوب. كنت معكم انجي نجيب وصحتين وهنا، واشوفكم الوصفه الجايه.